الهدف من زيارتي إلى ولاية عين دفلة هو الاطلاع عن مختلف المشاريع، سواء كانت في المجال الخدماتي أو في مجال التكوين والتعليم العاليين. في المجال الخدماتي هناك عدة مشاريع قد أنجزت وهي في انتظار طالب ولاية عين الدفلة والولايات المجاورة، في انتظار استقباله في خلال دخول الجامعة سبتمبر 2023. رقمنة قطاع الخدمات الجامعية كذلك يعتبر من أولوياتنا من أجل تسهيل وتحسين ظروف معيشة الطالب. استعمال الطاقة الشمسية خاصة في الإنارة الخارجية، وبهذه المناسبة السيد الوالي مشكور على تحقيق هذا المسعى من أجل الاقتصاد الطاقوي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في مجال التكوين والتعليم العالي الذي زرناه اليوم هو يتمثل في مشاريع تخرج الطلبة في إطار دبلوم جامعي، شهادة تخرج جامعية، شهادة ستارت اب أو تحقيق مشروع ستارت اب، وبالتالي سيمكن هذا المشروع من أن يكون الطالب باحث عن منصب شغل، خالق لمناصب شغل، خالق للثروة على المستوى المحلي. ما سجلناه هو وجود مشاريع مهمة جدا على مستوى الولاية والمتمثلة في مشاريع من تحسين المنتوج الفلاحي والمنتوج الحيواني، وهذا بطبيعة الحال سيتحقق بفضل مرافقة السيد الوالي المحترم من أجل إنجاز هذه المشاريع على أرض الواقع، حتى يصبح هؤلاء الطلبة المتخرجين منتجين وخالقي للثروة على مستواهم الولائي. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.